مين دي؟ دي كانت متجوزه عز الدين ذو الفخار باين. ايوه مين دي يعني؟ يعني دي عفريته معاك وشبح معاك هنا في البيت يعني؟ شبح المفروض معانا بس ما بتتكلمش، ما بتقولش غير يا عز ويا فخر. يعني ما تعرفوش حكايتها ايه؟ ولا نعرف وشها من قفاها. بس هي هي بتحبني. إيه انت اسمك ايه؟ يا بيبي. إيه؟ ما انا بتتكلمش يا بيبي، انت بتنسي ليه؟ لا انا ما بنساش، انت اللي بتنسى كل حاجه، بس برضو بحبك يا معفنه يا كذب يا زباله يا متردد. يا قلت لي يا متردد؟ اه. عبال ما تقولي لي يا جربوع. يا جربوع بسرعه كده. يا لهوي. يا جماعه والمصحف العلاقه دي حرام. الاتنين دول اصلا توأم ومخبيين عليهم. يا واد هتجيبوا سناجب والله. ايوه يعني دول عرفنا حكايتهم والهبل بعينه. دي مين؟ ايه حكايتك؟ انتوا عايزين نتكلم؟ ايوه يا ستي، ما هتتكلم اهي، عايزينك تتكلمي. عايزين تعرفوا عني ايه؟ عايزين نعرف عنك كل حاجه. كل حاجه؟ انا كنت كل حاجه، كل شيء، كل الاشياء. ايه ده؟ جنات؟ ازاي؟ عامله ايه؟ معلش، هو في الالبوم الاخير حضرتك قلتي ادي جامد ولا حب جامد؟ اصل سمعت الالبوم كذا مره ومش معلق معايا. نظف ودنك. ها آه. حب جامد جمله عاديه. حب جامد يا عم حامد صح. الدماغ بقى تروح. ها ايوه صح. لا لا تمام. هو الساتور بس ساعات بيشوش عليا كده. يعني حضرتك مين بالظبط؟ انا شجره الدر. دور؟ ايوه. حضرتك انا عارفك جدا، يعني حضرتك عارفك واتعمل عنك افلام واتعمل عنك مسلسلات. ايوه عارفه، والسنه اللي فاتت عملوا عليا مسرحيه بس انا متضايقه منها قوي. ليه؟ ايه اللي مضايقك في المسرحيه؟ شخصيه منصور لهبل. منصور لهبل؟ وين يا وين يا وين يا وين يا وين وين يا وين يا وين يا وين يا وين يا عم سلامة يا عمى. منصور يهبل. عم سلامة. منصور يهبل. فين حسام؟ فين حاجة؟ منصور يهبل. فين حسام يا عم سلامة؟ موت موت. لا موت موت، متصدع موت. ما هو موت بقى. كأننا في رمضان عادي يعني. ده مش فاهمه من السن. تيجي نكمل دي احسن؟ والله دي حلوه قوي. يعني منصور كان مضايقك عشان اهبل ولا كان عشان ايه يعني؟ مش فاهم. هي المسرحيه كلها كانت معموله غلط. ازاي غلط؟ التاريخ محفوظ واحنا عملناها زي التاريخ بالظبط. لا وحياتك، كل اللي انتوا قلتوه غلط. ازاي؟ مش انت رحت اتجوزت الراجل ابو منصور ده من ورا مراته؟ لا ما حصلش، انا اصلا كنت بحب واحد اسمه فخر الدين اقطاي، بس ابويا ما وافقش عليه واضطر ان هو يتجوزني عز الدين ايبك. بس انا اللي انتوا بتقولوا عليها مراته دي كانت صاحبتي جدا. كانت صاحبتك؟ ايوه. يعني انت اتجوزتيه قبل ما هي تتجوزه؟ ايوه. ازاي؟ دي كانت صاحبتي وكنا بنروح مع بعض السوق. ادي وبيع. سبعة ونص. وما فيش ترجيع. سبعة ونص. بادي وبلوزة. سبعة ونص. جيلهم عوزة. سبعة ونص. عندي سالو بيت. سبعة ونص. للواد والبيت. سبعة ونص. قرب يا مملوك. قرب يا جارية. انت يا راجل يا بتاع الباديهات. لا مين يا ست شجره؟ بكام البادي اللي عندك ده؟ ب10 دينار. ليه؟ اللي بترى وحش. ما انت بتقول بسبعه ونص. لا ده عشان اللحن بس. عشان اللحن؟ اه. طب وحياه خفه دمك دي لاخد الثلاثه بسبعه ونص. ليه؟ هو افترى؟ دي بضاعه جايه من بورسعيد. اه هو افترى، وعلشان بضاعه جايه من بورسعيد لاخد كمان واحد على البيع. ده انتوا مفتريين قوي. ايه ده انت مالك فيك ايه؟ شكله كده متزرزر. لا ده شكله متزنبه. لا انا بقى متزربح. ايه؟ متزربح. انا من صغري كنت احب الزربحه، بيقول لي يا ابني اهدى ما تتزربح. هعمل ايه يعني؟ هعمل ايه؟ خلص لا تتشلوح. انا؟ طيب وحياه الزربحه وحياه ابوك؟ ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده معلش معلش. تعالى تعالى. ده انت هتتزربح زربحه؟ من زمان وانت ايه؟ متزربح. اتفضل اتفضل. ابويا كان دايما يقول لي ايه؟ شبشب زيكو. من سبعه ونص. ليا وليكو. من سبعه ونص. اجري يا رب بلديك. ايه اجري انت مالكش دعوه بيا.
عسل ابيض، عسل اسمر، عسل مربى العسل. الكيلو بجنيه وربع العسل. عسل طحينه، عسل نجع حمادي العسل. الكيلو بجنيه وربع العسل. عسل جمهوريه مصر العربيه العسل. الكيلو بجنيه وربع العسل. انت يا راجل يا بتاع العسل عايزه ايه يا عسل؟ الكيلو بجنيه وربع العسل. انا عايزه عسل في طحينه يا عسل. الكيلو بجنيه وربع العسل. لا ماليش دعوه انا عايزه عسل. يخرب بيتك يالا الوليه عايزه عسل. ايه عايزه عسل؟ العسل فين؟ موجود. موجود فين؟ موجود. ايوه يعني في زبونه موجود فين؟ هتلاقيه جنب الكوريك. يلا يا سنوفه يا حبيبتي، اصلا عز الدين قايبك ما بيحبش العسل. بقى عز الدين قايبك ما بيحبش العسل؟ اه ده لسه واكله معايا امبارح. ايه؟ امبارح. طب وحياتك لو اوريكي، اوعي. بس انا كنت متجوزاه الاول، بس عشان هو كانت دماغه خدماتي راح متجوزها عليا. ايه ده؟ يعني انت كنت متجوزاه قبل ما هي تتجوزه؟ ايوه. معنى كده ان انت ام منصور لهبه. انت ام منصور لهبل؟ ايوه بس هو ما كانش اهبل. ما كانش اهبل؟ ده كان دكتور قد الدنيا. منصور لهبل كان دكتور؟ ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل ويل يا ويل يا اي اتنين مرتبطين يجوا معانا هنا في الفيرست دانس. حبيب ماما يا نسمة دكتوره قد الدنيا يا خراشي. ماما انت كرهتيني في الطب والله العظيم. ايه يا ماما في ايه؟ في ايه يا ميسو ما انا بحبك. يا ماما امال لو عايزه تغذيني هتعملي ايه؟ كده يا ميسو؟ طب يا رب اموت. يا ربي يا اما. بس يا سيدي ومت. يعني ابنك دعي عليكي متي؟ اه دعوه الابن بقى. انا اعرف دعوه الام دي على ايامنا، ايامكم كانت دعوه الابن. ايوه. ايه ده يا جدعان؟ ده التاريخ اللي بيجي لنا مشوه كله. يا نهار ابيض. ده على كده الواحد لو دور هيلاقي واحد زي هتلر ده كان شغال كوافير مثلا. ايه؟ والله ما بخاف، والله ما بخاف، ده انا بحب العفاريت دي قوي. طب عموما يعني انا مش فاهم انتوا عايزين ايه وطلعتوا لنا ليه يعني؟ انا بس يا سيدي اكمل لك حكايتي. اتفضل. انا من 800 سنه من ساعه ما مت انا ماشيه في البيت ده عماله اقول يا عز يا فخ يا عز يا فخ. ماشي قعدت تقول يا عز يا فخر وعايشه في البيت ما بتعملش غير انها تقول يا عز يا فخر. انتوا طالعين لنا ليه؟ لا يا حبيبي انت اللي طلعت لنا. لا يا حبيبي العاده ما حد بيخش على اي بيت فيه اشباح الاشباح بيطلعوا له، مش البني ادمين هم اللي بيطلعوا للاشباح. لا احنا لو ما كناش عايزينك تشوفنا ما كنتش شفتنا يا زو. اما ده عادي العفريت يظهر وما يظهرش ده معروفه قوي.